والله غير عيط عليه. طبعا زي ما احنا شفنا حاله الرعب اللي البنت كانت فيها، ودول ستر ربنا وان الشرطه كانت موجوده وانقذتها كانت بالسلامه. ولكن تخيل ان حضرتك او حضرتك كنت موجوده في الموقف ده، او كنت موجود، كنت هتتصرف ازاي؟ شخص بلطجي مجرم مسعور مثبتني على الشريان السباتي، يعني بالسلامه لو طعني بالشكل ده الله يرحمني موت. هنتصرف ازاي ضد تثبيت المطوى او السكين على الرقبة من الخلف او على الكروتيد ارتري، الشريان السباتي؟ اتفضل يا محمود ثبتني. طيب دلوقتي مفيش شرطة ولا في اي حد ولا اي حد ينقذني، وانا لوحدي ولا حول لي ولا قوة. البلطجي ده بيقول لي هات حاجتي. هات حاجتك يلا. ماشي ماشي والله حاضر. تمام قوي. العقل والمنطق بيقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكة، يعني معاك موبايل، معاك فلوس، ادهم له، اعتبره كلب بتدي له حتة لحمة، ادي له حاجتك وعيش يا باشا وهتجيب غيرهم. لكن فلنفترض ان انا حاسس بنسبة غدر او خيانة ممكن يقتلني، انا مش ضامن خالص، محدش ضامن اي حد اليومين دول. فانا بكل هدوء بقرب ايدي كده منه، حاضر والله حضرتك ماشي، وايدي الاتنين بكل قوة كده همسك ايه مفصل الرزغ جامد قوي، شايفين امسك ايه الجوينت المفصل بتاع الرزغ ده، تاني بطلع كده بهدوء من غير ما يحس، والله حاضر، وامسك فجأة كده بقوة. طبعا انا لما امسكه كده هو مش هيفضل يتفرج عليا. بالله عليك السكين دي عايزك تحاول تجيبها على رقبتي بجد، وهمسك يلا هاتها فيا بجد، اجمد يلا كده، اجمد كده، اجمد، حاول 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 يا ابي بجد. بس خلاص شايفين محمود مش قادر خالص. ليه؟ لان وزن ايده كله، وزن ايدي انا كله جه على الجوينت ده. تمام. ولكن ملحوظه، لما اجي انزل يعني امسك المفصل بتاعه كده وانزل تحت، اوعى تقرب رقبتك معاه، اللي هو ازاي اللي هو عاوزك تسحب عليها، مش لو تعمل كده، لا كده انت ممكن تموت نفسك، لا لازم دايما الراس والرقبه ترجعها للخلف. ها يلا اهو لازم ترجع لورا كده. بعدين بقى هعمل ايه؟ هلف اتجاه جسمه هو، جسم هنا مفيش جسم لكن هنا جسمه، انزل تحت والف كده. ها شايفين؟ ولا كده بقى ممكن ايه بقى السكينه دي اضربه هو فين؟ في الشريان الفخذي. تمام. علم الشرايين السكينه اهي، واحد اثنين ضربته في الشريان، ايده اهي وبينزف دم. وانا هنا بقى على طول استخدم علم الاعضاء، هضرب في الحجاب الحاجز، هقطع له نفسه بقوه، واحد ممكن كده اضربه فين؟ في الاعصاب هنا في وجهه، اثنين بكل قوه. تمام. او اقرب منه هنا ايه، او اقرب منه هنا فين؟ تحت الحزام، او هيد بوت براسي، واحد اثنين. بعدين بقى وانا ماسكه كده علشان ما اضيعش وقت، كوعي كوعي ده يطلع فوق وينزل فين؟ على الجوينت هنا، هيكسره بكل قوه هنا، هيسيب على طول ايه السلاح وهمسكه منه. حد اهو مثبتني من الخلف، هستخدم كل علوم الدنيا، لو حاسس انه عايز حاجتي هديها له، حاسس بغدر وخيانه بقول له ماشي والله حاضر هديك اللي انت عايزه. علم المفاصل، لازم امسك المفصل، حاول تموتني يلا اهو، بص اهو انزل معايا اهو، بلف اهو معايا اهو، واحد اثنين لقيت اهو، واحد اهو اثنين ثلاثه بكوعي هنا اهو، واضرب هنا جامد. طب لو ضربت بكوعي، لو ضربته هنا هنا بكل قوه وما سابش السكين، لكن الافضل لو انا جيت ضربته هنا وضربته هنا وضربته هنا كذا ضربه ازقه واهرب من الموقف، ده افضل شيء. لكن لو انا عايز اخد منه السكين، لفيت مثلا وضربت وضربت وجيت هنا اهو، ها وضربت وضربت، وانا هنا مثلا اعمل ايه؟ اروح سايب ايد واحده واحدة عند الكتف هنا، كل اللي انا هعمله اسحبه للامام واخده على الارض كده اهو، تحت كده تحت كده. طبعا السكينه هنا طارت منه، لكن كانت ممكن ما تطيرش لو فضل ماسكها وانا هنا اهو، اهي بالشكل ده هحط رجلي هنا عليه وبكل قوه هاجي هنا واسحب للاعلى مره واحده كده اهو جامد.